هون تعذبنا كثير. مثال هلا هذا الكم فيه تقريبا 12,000 13,000 بني ادم يعني. اولاد عم يمرضوا، انا ابو عائله يعني، معي ولدين وعيالي معي. وصلنا لبيركين هون 9 ايام. مو حرام؟ هذا طلبنا انه يفتحوا لنا المعبر، معنا اولاد، معنا عائلات، معنا نسوان، معنا اطفال مثل ما بيقولوا. اكثر مرض الاولاد يعني، اكثر انه صعوباتنا مرض الاولاد. هلا ولد عمره سنه والثاني عمره سنتين ونص، ما بيتحملوا مثلا هالجو، ما بيتحملوا مطر، ما بيتحملوا شمس. شوف يعني قاعدين بخيم صغار، يعني قاعدين بخيم صغار، يعني هذول خيم صيفيات، هذول ما خيم شتويات. ابني هلا اولادي ما بيفهموا انه ليش المعبر مسكر، بس عندي ابني بيقول لي بابا امتى نروح على البيت، بابا امتى نروح على البيت. عندك خاتم ابو عواد الله يحفظك. الحرب اكيد. الحرب، نحن طلعنا لاجئين، ما طلعنا سياحه وما طلعنا سفر. لو سوريا ما فيها شيء، حبه تراب من سوريا تسوى الطحطح.